لنا يا خديجة، بدايتك مع كرة السلة ابتدت امتى ودي اخترتي الرياضة دي بصفة خاصة؟ انا عيلتي كلها كانت بتلعب باسكت وكانوا بيحبوا الباسكت وكده، اوكي فانا بادية بدري مثلا من 3 سنين كده. اوكي يعني ما ابتديتيش وانت صغيرة قوي يعني، مش كده برضو؟ لا انا يعني على طول في ملعب الباسكت يعني. ولا بتقولي ابتديتي وانت عندك 3 سنين؟ ابتديت 3 سنين اه مثلا اوكي كده انا افتكرت يعني على طول. ابتديت من 3 سنين عشان كده اتلخبطت. اوكي وجودي انت، احنا عرفنا من هنا ان انتوا برضو عندكم كذا عنصر في العيله بيلعبوا كره سله، واكيد ده كان حافز بالنسبه لك ولا انت اخترتيها بمحض ارادتك؟ لا برضه يعني احنا كنا بنشوفهم هما بيلعبوا فيعني عايزين نلعب زيهم وكده. اوكي واول مره خالص لعبتي باسكت بشكل احترافي بقى كان عندك كام سنه؟ باحترافي يعني ابتديتي تلعبي ضمن تشكيل فريق؟ لا يعني احنا كنا لما بنلعب في دجله في الاول يعني كان ما كانش فيه السن اللي قدنا، اوكي فكنا بنلعب مع كنتوا الفريق اصغر من الموجود وقتها كنا يعني. بنلعب مع الفريق الاكبر. اوكي بعد كده بقى اتعملوا فريق يعني السن بتاعنا فبقينا نلعب فيه. بعد كده بقى رحنا الاهلي. اوكي وانت حاليا في سنه كام؟ في تالتة اعدادي برضه. اوكي انتوا توينز ولا ايه؟ لا والله اوكي انا يعني ما خدتش بالي، مش هو الشبه مش قوي مش كده برضو؟ انتوا مش ايدنتيكال مش اعتقد. ايدنتيك. اوكي طب وانت يا جودي في اي مرحله تانية دراسيه؟ اعدادي. اوكي والدراسه معاكوا عامله ازاي؟ الحمد لله. واضح من تعبير وشي. ايه في الضياع ولا ايه؟ طمنيني لا عليك، لا مش في ولا الضياع عارفه يعني. توازني ما بين الاثنين؟ لا بنوازن طبعا، يعني لو في وقت فاضي بعد التمرين قبل التمرين بنذاكر، بنساعد في العربية برضو بنذاكر. بس هي عموما بعتقد ان هي حاجه مش سهله برضو، فكره ان انت تبقي ملتزمه قوي بتمرينات وتدريبات ومعسكرات وسفريات وبطولات وفي نفس الوقت انت عندك التزام، واكيد يعني اكيد الـ الـ الاهالي زي ما هم اكيد فرحانين ببناتهم ان هم متفوقات رياضيا، برضو يهمهم ان هم يكونوا متفوقات دراسيا. يعني مثلا ماما دايما بتساعدنا ان احنا يعني تجهز لنا الحاجات لغايه ما نيجي من التمرين او من المدرسه عشان نروح التمرين، ويعني تبقى مجهزه لنا حاجاتنا عشان يعني نعرف نوازن ما بينهم.